مباراة الاهلي وسموحه بفوز النادي الاهلي بنتيجه 4-0. معايا في هذه اللحظات كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كابتن طارق، ببارك لك، فوز كبير ويمكن اداء اكثر من رائع النهارده بالنسبه للنادي الاهلي. الله يبارك فيك يا امير، الحمد لله رب العالمين على المكسب وعلى كمان الاداء، يعني الاداء الحمد لله اداء متميز لكل اللعيبه، يعني حتى بما فيهم البدل اللي غيروا صالح وعماد ومؤمن، وان شاء الله اللي جاي اصعب. احنا ما خدناش بطوله، يعني طبعا كسبنا مباراه وعدينا الدور اللي قبل النهائي، انما في النهايه لسه عندنا مباراه صعبه ان شاء الله يوم 15. مباراه مش تبقى سهله، فمحتاجين نفس التركيز ده ونفس الاداء بتاع النهارده ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله ونهديها لجمهور النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. تقييمك لشريف اكرامي النهارده، ما فيش كور كتير جت عليه، لكن شاف الاداء النهارده، حضوره في المباراه شايفه ازاي؟ والله بص، النهارده انا يعني رغم ان شريف ما كانش عنده اختبارات كتير بالذات في الشوط الاولاني، يعني كان في اكتر من اختبار في الشوط الثاني، كان حاجات خفيفه، يعني في هد طلعه من احمد رؤوف، وفي فاول في الاخر من احمد نبيل مانجا اتحرك لها بشكل كويس ويتعامل معاه كويس، في كم تصويه كم مسافه بعيده برضه كان تمركزه فيها كويس وتعامل معاها بشكل كويس. يعني كان مهم ان شريف النهارده المباراه تعدي بالشكل ده، حتى لو ما فيش اختبارات كتير جات له، مهم ان ما يبقاش في اخطاء يعني. وده طبعا راجع طبعا ان الشريف عنده مخزون كبير في عدد ماتشاته في الدوري الممتاز او في كاس مصر او حتى في الماتشات الافريقيه مع النادي الاهلي، حتى دلوقتي برضه اصبح له رصيد بالنسبه للماتشات الدوليه يعني. فالمخزون ده كله طبعا بيساعده كتير جدا ان يبقى تحركاته بشكل كويس، يبقى فيه هدوء في القرارات بتاعته، ما يبقاش مستعجل حاجات كتير يعني. وكل الارسالات بتاعته عملها بشكل كويس قوي، الارسالات برجليه وبايديه، فالحمد لله. وتوجيهاته لزمايله طوال 90 دقيقه، طبعا احنا بنبقى سامعين بشكل كويس لان ما بيبقاش فيه جمهور، فالتوجيهات بتبقى ظاهره لينا بشكل كويس، فالحمد لله يعني. في المجمل الحمد لله، انا اداء شريف النهارده يعني اداء متميز الحمد لله. مباراة المصري بقى اخيرا مباراة بطولة، يعني هي مباراة طبعا اهلي ومصر بتبقى مباراة قوية، لكن خلاف ذلك هي مباراة بطولة، والنادي الاهلي بقاله فترة ما بيفوز ببطولة كاس مصر، ان شاء الله من خلال المباراة دي نقدر نفوز بيها. مفيش شك طبعا، المباراة اللي جاية زي ما انت بتقول هي نهائي الكاس، يعني احنا بقالنا زي ما انت بتقول كده بقالنا داخلين في 10 سنين ما خدناش بطولة الكاس، بس مش عايزين مش كل سنة بنخرج من الكاس، في عدد سنين ما كناش بنشارك، في عدد سنين كان الدوري بيقف نظرا طبعا للاحداث اللي مرت على الرياضه يعني وكده، فمش ال10 سنين يعني النادي الاهلي ما بياخدش بطوله يعني انه بيخرج من الكاس يعني، لا في فترات بسيطه ان الاهلي كان بيخرج من الكاس، انما معظم ال10 سنين دول كان زي ما بقول لك كده كان في احداث يعني هي اللي يا اما البطوله بتتلغي بقى الاهلي ما بيشاركش فيها. فان شاء الله باذن الله مركزين ان احنا ناخد الكاس ونبقى ان شاء الله باذن الله يعني نحصل على البطولتين في موسم واحد، الدوري خلاص انتهى يعني، وان شاء الله بناخد الكاس باذن الله ان شاء الله.